الرئيس السيسي يتسلم رسالة خطية من محمد بن زايد رئيس الإمارات لدعوة سيادته للمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP28. الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي ويعرب عن تقديره لدور البنك في دعم قطاعات التنمية بالقارة الأفريقية. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام القضاء في قضية جنائية التاسعة مساء في القاهرة 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثقة مصر في قيادة الإمارات لقمة المناخ القادمة في ضوء القدرات الإماراتية المشهود لها بالتميز. جاء ذلك خلال استقبال سيادته لسفيرة دولة الإمارات العربية بالقاهرة السفيرة مريم الكعبي. وخلال اجتماع آخر استقبل الرئيس السيسي رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقية، حيث أعرب الرئيس عن تقديره لدور البنك في دعم القطاعات التنموية بالقارة الأفريقية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي. صرح بأن السيد الرئيس تسلم خلال اللقاء رسالة خطية من أخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، تتضمن دعوة سيادته للمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP28 المقرر أن تنعقد بمدينة دبي في شهر ديسمبر المقبل، مع تأكيد حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الإطار، خاصة في ظل نجاح مصر في استضافة القمة السابقة COP27 بشرم الشيخ على نحو نال تقدير العالم، وكذلك ما نجحت الرئاسة المصرية للقمة في تحقيقه من نتائج إيجابية في العمل المناخي الدولي. من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد، مؤكدا ثقة مصر في قيادة الإمارات لقمة المناخ المقبلة في ضوء القدرات الإماراتية المشهود لها بالتميز، ومؤكدا كذلك الحرص المتبادل على تعظيم التعاون ونقل الخبرات المصرية في هذا الصدد، لا سيما في ظل خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته، وكذا مراعاة الشواغل ذات الصلة للدول النامية والإفريقية. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أكينومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي والوفد المرافق له، الذي ضم السيد كيفن أوراما نائب رئيس البنك والسيد فانسنت نمهلي السكرتير العام للبنك، ومن الجانب المصري السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي والسيد رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي والسيدة منة الله فريد وكيل المحافظ لقطاع العلاقات الخارجية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس رحب بتطور علاقات التعاون المشترك بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، معربا عن تقديره لدور البنك في دعم القطاعات التنموية بالقارة الإفريقية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي. كما أكد السيد الرئيس تطلع مصر لاستمرار وزيادة حجم التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات في إطار أهداف الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين. من جانبه أعرب رئيس بنك التنمية الإفريقي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مشيدا بالتجربة التنموية المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، وواصفا إياها بأنها مصدر إلهام كبير للشعوب الإفريقية على امتداد القارة، ومضيفا أن الشعب المصري وقيادته السياسية أظهرا قدرة فائقة على النهوض السريع وتحقيق العديد من الإنجازات المهمة، مثمنا في هذا السياق
ما تحقق في العديد من قطاعات التنمية، لا سيما قطاعات الكهرباء ومعالجة المياه وإعادة استخدامها وتطوير المناطق السكنية غير المخططة باعتبارها أمثلة ونماذج مضيئة على ما تحقق من تقدم تنموي يفيد قطاعات واسعة من السكان. وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي أعرب عن سعادته لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك بمدينة شرم الشيخ في شهر مايو المقبل، مشيرا إلى أنها ستركز على مناقشة سبل تشجيع التكامل الاقتصادي القاري، فضلا عن آليات سد فجوة تمويل المناخ في القارة الإفريقية، بما يجعلها امتدادا للجهد المصري المتميز في استضافة ورئاسة القمة العالمية للمناخ العام الماضي. وقد أعرب السيد الرئيس في هذا الصدد عن دعم مصر الكامل للبنك واجتماعاته السنوية، مؤكدا حرص مصر الدائم على تعزيز المصالح الإفريقية بكافة صورها وعلى جميع الأصعدة. تسلم الرئيس السيسي أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى مصر، معربا عن التمنيات للسفراء الجدد بالتوفيق في أداء مهامهم بالقاهرة. وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في جميع المجالات واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد السفراء الجدد بالقاهرة، وقد عبر سيادته للسادة السفراء عن تمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم. سعادة سفير جمهورية البيرو، سعادة سفير سلطنة بروناي دار السلام، سعادة سفيرة أيرلندا، سعادة سفير جمهورية أذربيجان، سعادة سفير الجمهورية اليونانية، سعادة سفيرة نيوزيلندا، سعادة سفير جمهورية الأرجنتين، سعادة سفير الجمهورية البرتغالية، سعادة سفير جمهورية الإكوادور، سعادة سفير جمهورية كوبا، سعادة سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية، سعادة سفير جمهورية غينيا بيساو، سعادة سفير جمهورية سيشل. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بالتوسع في مشروعات التنمية الزراعية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب ارتباطها بعدد من الأنشطة الإنتاجية بما يدعم قطاعات الصناعة والتصدير. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لحصر وتصنيف التربة بالمناطق المستهدفة لتنفيذ مشروعات التنمية الزراعية، حيث تم استعراض نتائج الدراسات الاستكشافية بالمناطق المستهدفة التأكد من صلاحية التربة بها، كما تم استعراض نتائج الدراسات بشأن توافر المياه الجوفية بتلك المناطق. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية في ملف التشابكات المالية تأتي في إطار التدخل لإزالة التشوهات القديمة العالقة في الاقتصاد منذ عقود طويلة. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف إجراءات فض التشابكات المالية بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والمالية، في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالعمل على الانتهاء من هذا الملف. أكد رئيس مجلس الوزراء حرص القيادة السياسية على متابعة تنفيذ مشروع موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بشكل دائم بالنظر إلى أهميته، لكونه يستهدف تطوير تلك المنطقة الفريدة التي تحظى بخصوصية لمختلف الأديان. وخلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، أوضح مدبولي أن تنفيذ هذا المشروع الحضاري يتم وفق مخطط يستهدف تهيئة موقع التجلي الأعظم ليكون مقصدا سياحيا مع إتاحة تجربة سياحية مميزة للزوار من دول العالم. وشدد مدبولي على ضرورة البدء في إعداد برامج للترويج السياحي لهذا المشروع لتشويق الزوار للقدوم إلى هذه المنطقة والتعرف على ما شهدته من لمسة حضارية مميزة.
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين، مؤكدا حرص القاهرة على استمرار هذا الزخم والاستفادة منه في دفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع وزير الثقافة والسياحة الصيني هو يينغ والوفد المرافق له، حيث أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بما تشهد حاليا علاقات التعاون المشترك في مجال السياحة والثقافة والتراث من نشاط ملحوظ، بما في ذلك الاتفاق على تحديد عامل للسياحة المصرية الصينية. كما دعا مدبولي أن تضع الحكومة الصينية السوق المصرية كوجهة سياحية أساسية أمام السائحين الصينيين في إطار الحرص على زيادة التدفقات السياحية الصينية إلى مصر. من جانبه رحب وزير الثقافة والسياحة الصيني بتسيير المزيد من خطوط الطيران المباشرة بين المدن الصينية والمصرية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تقديم وزارة التموين منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. ونوه المركز إلى أنه رغم نفي تلك الشائعة من قبل إلا أنه لوحظ إعادة تداولها، مؤكدا أن الموقع الإلكتروني الذي تداول تلك الأخبار مزيف وغير تابع للوزارة على الإطلاق. وأشار المركز إلى استمرار تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه، والمستفيد بها أكثر من 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية حتى 30 من يونيو المقبل. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير وكالة فيتش الذي توقع استمرار مصر في التوسع في إنتاج الصلب خلال عام 2023. وأضاف التقرير أن مصر من أكبر الدول إنتاجا للصلب في إفريقيا وثاني أكبر منتج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أشار التقرير إلى توقعات الوكالة بمضاعفة مصر لإنتاجها من الذهب تدريجيا في السنوات القادمة بعد أن منحت 82 موقعا للتنقيب إلى 11 شركة تعدين. أشاد وزير الخارجية سامح شكري باهتمام الجانب البريطاني بتكثيف آليات الحوار مع مصر حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تعزيز مجالات العمل المشترك. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لوزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب أسيا والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد. وأكد الوزيران على أهمية دفع آليات المشاورات الفنية للإعداد لعقد الدورة الثانية لمجلس المشاركة بالقاهرة خلال العام الجاري. كما ثمن الوزير شكري حجم الاستثمارات البريطانية في السوق المصري واحتلال المملكة المتحدة للمركز الأول على قائمة الاستثمارات الأجنبية في مصر. أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن بدء تنظيم العديد من ورش العمل تنفيذا لبروتوكول التعاون المشترك الذي وقعه الاتحاد العام للغرف التجارية من منظمة هيومان رايتس الألمانية، والذي يهدف إلى تأهيل الشباب المصري للالتحاق بسوق العمل في ألمانيا في مختلف المجالات. وجعل عربي شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية بسرعة البدء في تنظيم الفعاليات والورش التي تساهم في خلق كوادر لتسهيل عمل الشباب في ألمانيا، مشيدا بالعمالة المصرية المشهود لها بالكفاءة والالتزام. ونتابع مشاهدينا الكرام الآن على الهواء مباشرة من منهاتن بنيويورك محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة الجنائية، حيث يواجه تهما جنائية تعود لعام 2016. كان الرئيس الأمريكي السابق قد وصل مساء اليوم إلى مقر المحكمة والواقع في جنوب جزيرة منهاتن، حيث سيبلغه القاضي رسميا بالتهم الموجهة إليه. ووفقا لمصادر إعلام أمريكية تم أخذ بصمات أصابع ترامب وتم تصويره جنائيا. ووصف ترامب المحاكمة بأنها اعتقال من الحزب السياسي الحاكم له دون جريمة. كانت الشرطة الأمريكية قد فرضت طوقا أمنيا مشددا للحيلولة دون تجمع أنصار الرئيس السابق. Thank you.
حضرت الصين رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي من عواقب تكرار أخطاء الماضي وعقد لقاء مع رئيسة تايوان سي يينغ وين. ومن المقرر أن يعقد رئيس مجلس النواب الأمريكي وهو الثالث في ترتيب أبرز المسؤولين في الولايات المتحدة بعد الرئيس ونائبته أن يعقد اجتماعا مع رئيسة تايوان غدا الأربعاء. وستقوم تساي بما يسمى رسميا بأنه توقف في لوس أنجلوس في طريق عودتها إلى تايبي بعد رحلة إلى أمريكا الوسطى. انضمت فنلندا اليوم إلى حلف الشمال الأطلنطي الناتو بعد سياسة عدم انحياز عسكري اعتمدتها على مدى 3 عقود. وستصبح فنلندا التي تشارك مع روسيا حدودا بطول 1300 كيلومتر ستصبح العضو 31 في الحلف بالتزامن مع ذكرى تأسيسه في 4 أبريل من عام 1949. توعد الكرملين باتخاذ إجراءات مضادة بعد انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي وصفا توسيع الحلف بأنه مساس بأمن روسيا. من جهته قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن انضمام فنلندا للحلف وتحرك الحلف العسكري لزيادة الاستعدادات القتالية يزيد من مخاطر نشوب صراع. وأضاف شويغو أن بعض الطائرات العسكرية التابعة لبيلاروسيا أصبحت الآن قادرة على حمل رؤوس حربية نووية، وأنه جرى نقل أنظمة صواريخ اسكندر إلى بيلاروسيا، مشيرا إلى أن تلك الأنظمة يمكن استخدامها لحمل صواريخ تقليدية أو نووية. أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن دول الاتحاد الأوروبي ملتزمة بدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها. وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بروكسل، لفت بوريل إلى أن أوروبا ستواصل الضغط على روسيا لوقف ما وصفه بانتهاك للقانون الدولي. كما أكد أن موقف الصين من روسيا سيحدد طبيعة علاقة الاتحاد الأوروبي مع بكين. To stand up in defense of international rules-based order. أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم رفع جلسة المجلس العادية والمقررة اليوم لعدم صدور مرسوم الأميري بتشكيل الحكومة الجديدة وعدم اكتمال النصاب. كان قد صدر في 5 من الشهر الماضي أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء مع تكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجدد. وقضت المحكمة الدستورية في مارس الماضي ببطلان مجلس الأمة الكويتي لبطلان مرسوم حل المجلس وبإعادة المجلس عام 2020.
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني الاتفاق على استئناف تصدير النفط الخام من إقليم كردستان العراقي إلى الخارج. وخلال مؤتمر صحفي أكد شياع السوداني أن الاتفاق يأتي ضمن جهود حكومتي بغداد وأربيل لمواجهة المشكلة العالقة، مؤكدا أن إيقاف تصدير نفط الإقليم يسبب ضررا بالغا على العراق. نظمت مؤسسة نبيل الكاتب عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالية حفل إفطار جماعي مع تكريم ل 450 من ذوي الهمم والمتطوعين المشاركين في عدد من أنشطة التحالف الوطني، وذلك بمقر مركز دمنهور الثقافي بالبحيرة. وأشارت النائبة نيفين الكاتب عضو التحالف الوطني للعمل التنموي أن الفعالية تأتي تكريما لمجهود الآلاف من المتطوعين من ذوي الهمم الذين شاركوا بمختلف أنشطة التحالف، سواء مبادرة كتف في كتف وخيرك سابق وقوافل ستر وعافية التي انتشرت في معظم محافظات الجمهورية. هو النهارده نوع مختلف من التكريم، يمكن كان اول مره يبقى مشاركه من ابناء الصم والبكم كمتطوعين معانا في المؤسسه، واحنا النهارده حابين نعمل لهم حفله التكريم دي لان هم فعلا يستحقوا، هم تعبوا معانا كتير جدا وكانوا بينزلوا يشتغلوا معانا بكل حب، وده يعني حاجه جميله. متطوعين الصم والبكم معانا يعني وصل عددهم لحوالي 5000 متطوع، شاركوا معانا في معظم المبادرات سواء كانت مبادره كتف في كتف او مبادره خيرك سابق او مبادره قوافل ستر وعافيه، كانوا بينزلوا معانا، كانوا معانا في المنيا، جزء كبير جدا منهم نزل وسافر معانا المانيا، جزء منهم كمان في جنوب سيناء. تواصل حملة الود موصول التي أطلقتها مؤسسة صناع الحياة مصر خلال شهر رمضان أنشطتها في مختلف المحافظات، حيث وصلت الحملة إلى محافظة السويس. هذا وتتضمن الحملة توزيع ما يقرب من 250 وجبة ساخنة من إنتاج مطابخ صناع الحياة بالمحافظة لتوزيعها وقت الإفطار، بجانب توزيع 2000 كرتونة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا داخل السويس. قام أعضاء مؤسسة حياة كريمة بتوزيع كراتين مواد غذائية على أهالي حي الجمرك بالإسكندرية. تهدف الفعاليات إلى توزيع مواد غذائية وهي عبارة عن 3000 كرتونة على أهالي حي الجمرك المستحقين، ويتم التوزيع بعد استيفاء بحث حالة وتحديد المستحقين. بدأنا النهاردة الحمد لله في توزيع للسادة المستفيدين في نطاق الحي جمرج ومنشية ولبان. ده نطاق الحي بتاعنا 3 أقسام جمرج ومنشية ولبان، وبدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى التوزيع على السادة المستفيدين، وفي إقبال شديد من الناس. وطبعا يعني احنا كان في سيستم معمول جديد السنة دي ان المستفاد من حي الجمرج ما ينفعش ان هو يروح ياخد من مكان تاني، فالسيستم ده فادنا في حاجات كتير ان احنا نقدر نوصل لأكبر عدد من السادة المستفيدين وبتاع في حي الجمرك. اختتمت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بالأمل التابعة لإدارة القصور الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وشهدت القافلة توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 596 حالة بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين. وخلال القافلة الطبية تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. بنقدم كافة التخصصات الطبية مع دكاترة على أعلى مستوى، بيشمل معنا أيضا معمل الأشعة وجهاز الأشعة المتنقل وصرف العلاج بالكامل بالمجان. بيتم كشف جميع المجالات بالمجان، وبيتم صرف الأدوية من قوافل العربات القوافل العلاجية بالمجان. موجود جميع المجالات، ويتم مغطين أكتر من 100 صنف لصرف جميع الأدوية لجميع المرضى بالمجان. تتواصل فعاليات الأنشطة الثقافية بالممشى السياحي لكورنيش النيل بمدينة بني سويف بالمجان لأهالي المحافظة خلال شهر رمضان الكريم. وتشمل الأنشطة الثقافية عروضا فنية وأمسيات شعرية ومقاهي وسرادقات ثقافية على مدار 10 أيام.
ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، تتواصل فعاليات الأنشطة الثقافية بالممشى السياحي لكورنيش النيل بمحافظة بني سويف، وذلك بالمجان لأهالي المحافظة خلال شهر رمضان المبارك. الأنشطة الثقافية تشمل عروضاً فنية وأمسيات شعرية ومقاهي وسرادقات ثقافية على مدار 10 أيام. تم اختيار الممشى السياحي بمحافظة بني سويف ليكون مقر لهذه الفعاليات بداية من 11 رمضان إلى 20 رمضان، وهذه الفعاليات تتم يوميا بالمجان للجمهور، ويوجد جمهور غفير جدا زي ما انتم شايفين حضراتكم. الجمهور ده بيستمتع بجميع الفقرات الفنية والتراث الشعبي. محافظة بني سويف قامت بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لعقد تلك الفعاليات، لا سيما بعد اختيار الهيئة العامة لقصور الثقافة لمحافظة بني سويف لتكون المحافظة المركزية لأنشطة شهر رمضان لهذا العام. حاجة كويسة لأن هي مجانا بتحصل ترفيه للمواطنين، فالموضوع لذيذ يعني. وأنا جيت النهاردة عشان أتفرج على فرقة الإسكندرية. بشكر قصر ثقافة بني سويف وبشكر المحافظة على الفعاليات الجميلة اللي بتحصل في ليالي رمضان، وأتمنى أن الموضوع يستمر. وتتضمن الفعاليات عروضا لفرق الفيوم للموسيقى العربية وبني سويف للفنون الشعبية والأنفوش للفنون الشعبية، إضافة إلى ورشة خيامية وورشة حلي وورشة للإنشاد الديني. أجرى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع كل من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ عزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبو ظبي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبو ظبي، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة خلال الاتصالات بمناسبة التعيينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات الشقيقة، معربا عن خالص التمنيات بالتوفيق والسداد للقيادات الإماراتية في تأدية المهام الموكلة إليهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم لمواصلة خدمة وطنهم وتعزيز مسيرته الحضارية تحت قيادة أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وتحقيق ما يتطلع إليه شعبها الشقيق من تنمية ورفعة وتقدم. وعن أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
وفي ختام النشرة هذه التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس سيسي يتسلم رسالة خطية من محمد بن زايد رئيس الإمارات لدعوة سيادته للمشاركة في القمة العالمية للمناخ كوب 28. الرئيس سيسي يستقبل رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي ويعرب عن تقديره لدور البنك في دعم قطاعات التنمية بالقارة الإفريقية. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام القضاء في قضية جنائية. وبختام العناوين نصل معكم لختام نشرة التاسعة، لكن هواء التاسعة مستمر معكم دائما، وننتقل لزميل يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. مساء النور. ازيك يا هبه؟ ازيك يا ليلى؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ رمضان الحمد لله. الله اكرم الله اكرم. لا ده انتوا هيفوتكم النهارده بقى الفقره الاخيره في البرنامج، عاملين اكل نوبي. اكل ايه؟ نوبي. الله، ده بقى الجديد. انا ما اظنش ان في حد عرض اكل نوبي قبل كده قبلنا يعني، فانا اظن ان احنا النهارده يعني هنتصحر بقى كلنا سوا. قاعدين هنستنى بقى، هنستنى لما يجي ندوق كده، وهيبقى حاجات خفيفه كلها فراخ وكفته وبتاع، حاجات بسيطه يعني، مش هنتقل قوي، حاجه بسيطه. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. رمضان كريم، واستاذنكم نبدا فقراتنا.